الأستاذ فادي سنان المدير العام بوزارة الصحة اللبنانية. سيد فادي أهلا بك، ضعنا في صورة الأرقام الجديدة الخاصة بالضحايا والمصابين. لحد هلا نحن عندنا بحدود 135 شهيد وحوالي 5000 جريح، عشرات المفقودين، يعني ما حدا بيقدر قد ايه، لانه بتعرف كان الوقت خارج الدوام الرسمي، ما بنعرف قد ايه العدد الموجود بالاطار، لانه في كثير هونيك طبعا فور بيروت وفي عدد كبير من المكاتب، ما في عدد قد ايه كان في ناس موجوده بالمكتب او خارج المكتب. سيد فادي، الوضع الخاص بالمشافي والمراكز الطبية في لبنان. نحن عنا عدد من المشافي الكبيرة قريبة من موقع الانفجار، هالمشافي في جزء منها تعطل بالكامل، وبالتالي كان عنا اضطرار لننقل المرضى الموجودين بهالمشافي إضافة للجرحى والشهداء اللي صاروا من جراء الانفجار على مستشفيات ثانية. لمن صار في عنا اكتظاظ بمستشفيات بيروت، اضطرينا نحول معظم الجرحى كل واحد حسب حالته على مستشفيات بيروت، جبل لبنان ومستشفيات الجنوب بقاع والشمال، طبعا حسب تقديرات الحالة. سيد فادي، هناك مشافي من المفترض أنها وصلت، مشافي ميدانية وصلت من دول صديقة للبنان، هل هذه دخلت الخدمة بعد أم أنها لم تجهز؟ لا لا، أكيد بدها وقت لتدخل الخدمة. نحن اليوم بشكل عام في سيطرة على إلى حد ما على الوضع بلبنان، بس في عنا أزمة ثانية بلبنان نحن وبالعالم هي الكورونا. نحن اليوم عم نحارب الانفجار اللي صار بلبنان، وكمان في وباء ثاني عم نترصد له هو الكورونا، وعم نخاف من انه يتدخلوا هول مشكلتين ببعض، وبالتالي بصير أزمة كبيرة بلبنان. من هون نحن بحاجة لنقوم بعملية فصل مستشفيات تكون خصوصي يمكن للكورونا، ومستشفيات لتعالج آثار الانفجار اللي تعرض له لبنان. حتى الآن أستطيع أن أخذ أكيد المستشفيات، لا بعد ما فاتت المستشفيات الميدانية بالعمل. وحتى الآن الوضع في المشافي في لبنان وفي بيروت تحديدا يبقى تحت السيطرة؟ إن شاء الله، يعني نحن عندنا القطاع الصحي بلبنان، ولكن نحن بحاجه لعدد كبير من المساعدات نظرا للنقص اللي عم بيصير عندنا بعدد كبير من الادويه، خصوصا نحن مستودعات الادويه اللي عندنا بالقرب من موقع الانفجار، مستودعات الامراض المزمنه وامراض المستعصيه واللقاحات. نعم، طيب بالطبع انت تحدثت عن هذه نقطه وهي نقطه مهمه، فكره ان لبنان تواجه وباء كورونا وأيضا هذا الموقف الحرج المترتب على هذا الانفجار، كيف يمكن الفصل في ذلك؟ هل هناك الآن مشافي محددة مخصصة كمشافي عزل خاصة بكورونا، وهناك مشافي أخرى تواجه، أم أن هذا صعب في هذا الموقف؟ بنفس المشافي في عنا صار أكثر من 13 مشفى بلبنان عم يستقبلوا حالات الكورونا. في أجنحة خاصة بهالمشافي للكورونا، وفي وإلى مداخل خاصة مفصولة عن المستشفيات، وفي مشافي ما عندها أقسام كورونا، هي مشافي عم تعالج أثار الانفجار الجرحى وتستقبل الشهداء. نعم، إذا تحدثنا عن الكادر الطبي سيد فادي، هل لبنان الكادر الطبي كافي أم أن لبنان أيضا تحتاج إلى كوادر طبية في هذه الأزمة؟ ليك عندنا كوادر طبية جيدة وعلى مختلف الأراضي اللبنانية، إن شاء الله بنقدر نستوعب الأزمة، ويمكن نحن بحاجة أكثر لمعدات ولأدوية بهذا الوقت. نعم، هناك أيضا حديث عن أن هناك بعض الجرحى تم إجلاؤهم إلى تركيا تحديدا بمساعدة من الدولة التركية، هل هذا صحيح؟ هل هذا حدث؟ صراحة ما عندي علم بالموضوع. طيب الآثار الصحية المترتبة على هذا الانفجار سيد فادي، هل هي الخاصة بموقع الحدث تحديدا
هناك حديث عن أن هذه المادة أو هذه المواد التي قد تكون انفجرت أو تسبب بها الانفجار لها أضرار صحية، هل هذا صحيح؟ هل تم إحصاء ذلك؟ لا أكيد، بعد ما في دراسة حقيقية عن الآثار البيئية أو الصحية للانفجار، كلها بعدها تكهنات، ولكن نحن بنفضل من الناس بما أنه عم تاخذ يعني تاخذ أكثر الحيطة والحذر من الانفجار ومن كورونا، بنطلب من كل الناس تضل ارتداء الكمامات طول ما هي عم تكون برات وتاخذ مسافة آمنة عن كل شيء. طبعا نحن بنقول للناس مش ضروري كلها تردد على موقع الانفجار لأنه هو محل يروحوا عليه إنه سياحة، يعني في اليوم منطقة الانفجار هي منطقة عمليات للشغل، فبنتمنى من الناس اللي ما عنده شغل تحت ما ينزل لتحت. وحتى الآن لم يتم رفع الأنقاض وانتشال عم نرفع الأنقاض عم لا اليوم كنا عم نرفع أنقاض، ويعني كل ما إنه شغلنا نحن بس في شغل الوزارات معنية والدفاع المدني ومحافظ بيروت اليوم كل النهار تحت عم بيشتغلوا على انتشال الجرحى والضحايا من تحت الأنقاض بالمنطقة القريبة من الانفجار. نعم، هناك أخبار متداولة سيد فادي عن خروج 5 مشافي عن الخدمة في هذا الظرف، هل هذا صحيح؟ هل هذه الأخبار موثقة؟ مشفى واحد خرج فعليا عن الخدمة، إن شاء الله بوقت كتير قريب بيرجع على الخدمة، تضرر بشكل أو مشفيين، مشفى خاص ومشفى عام. في مشافة تضرر أقسام منا، إن شاء الله بالقريب العاجل بنساعدهم، وهون نتمنى من الدول الصديقة اللي عم بتساعدنا كمان تساعدنا بتجهيز المشافي اللي تضررت. ما هي أسماء هذه المشافي التي خرجت عن الخدمة؟ يعني المشافي اللي أكثر شيء كانت متضررة من جراء الانفجار، المستشفى الأقرب هو مستشفى الكارانتينا الحكومة، في مستشفى الروم تضرر بشكل كثير كبير، إضافة لمستشفى الجعيتاوي ومستشفى الوردية سيدة الوردية. نعم، السيد فادي سلالة لموقع الانفجار. نعم، شكرا جزيلا لك مدير عام وزارة الصحة اللبنانية السيد فادي سنان.